انا بلبل. انا اللي عامل شغل الديكور واللايتنج بتاع المسرح. شغل فظيع ده. انت بتاع اللومد يعني؟ لومد؟ ما انا كنت عايز اقول لك ان اسفك على الزماره دي تحفه. زماره؟ طالما دي لومد تبقى دي زماره على طول. دي اسمها هارمونيكا. اسمها حلو. وانت بقى اللي مسميها ولا باباها اللي مسميها؟ على فكره انا مش بعاكس، ها؟ كنت فاكر ان انا بعاكس او حاجه والجو السيس ده. انا بس عايز اقول لك كلمتين مش اكتر. ممكن نقول كلمه منهم هنا، اوكي؟ والتانيه نروح نقولها في اي كافيه، عشان كلمه طويله وحروفها كتير فهتاخد وقت يعني، ده عشانك يعني. لا الحقيقه مش هينفع. خلاص نعكس، ممكن نعكس، نخلي الكلمه اللي هي الطويله هنا دلوقتي والصغيره دي نروح نقولها في الكافيه، اهو تروحي بدري. انت عايز ايه؟ نتعرف. نتعرف؟ هو انت من بتوع نتعرف؟ لا انا من نتعرف نفسها. بقول لك ايه؟ ها؟ فكك بقى من الجو ده عشان انا ماليش فيه. ماشي يا حماده؟ فكك. حماده مين؟ اوبا نسيت حماده. تطلع سنه. انت ياسمين العلبه دي عشان حضرتك. شكرا. ياسمين الو 1 2 3. انا بلبل. تصدق انك لطخ؟ ايه زعلت من تصدق ولا من لطخ؟ تصدق طبعا. ازاي يعني بنت بشورت زيك كده تقول الالفاظ دي؟ تصدق؟ حقيقي مش مصدق. نسيتي موبايلك وهو معايا دلوقتي. هاي انا خفت لا يتسرق فاخدته، بس يا ريتني سبته يتسرق. في ايه ياسمين؟ تعالي صور، لو شافها هتبقى مصيبه. في ايه؟ ايه المايو الاحمر ده؟ ايه اللي في ظهري دي؟ حسنه دي ولا وحمه ولا ايه؟ ما تحاوليش تقفليه، انا كسرت الزرار بتاعه ومعايا. صور الجونه شهر السويد. الصور دي بقى لو نزلت على النت او على الفيسبوك حماده هيتهنى. يا استاذ بلبل. يا بلبل افندي. لو سمحت بعد اذن حضرتك، لو عندك وقت ممكن تبعت لي الموبايل دلوقتي حالا؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، وانا فضيلك استنيني بقى لما برجع. عايزه الموبايل بتاعي. اهدي شويه اهدي شويه. حضرتك يا استاذ بلبل، انا بقالي 4 ساعات واقفه على رجلي لما اتكسحت خلاص. طب ما انا بقالي 4 ساعات قاعد زيك بالظبط وما اشتكتش. اهدي اهدي بس لما اخلص لف. لف؟ انت اصلا مش خايف من المصيبه السوداء اللي بتعملها دي؟ لا انت فاهمه ايه، ده تبغى عادي، بس انا بحب السجاير ملفوفه، اصلا انا بحب اللف جدا. واضح جدا ان انت بتحب اللف. لا ومحترف كمان. ايه ده؟ حد شاف الصور اللي على الموبايل؟ لا لا طمني خالص، انا بس وست اصحابي لما خرجت رحت المشوار ده شافوها. وسعيد وخالد هنا والعمال برضو شافوها، بس كان عندهم شويه تعليقات كده عليها، هم يقولوا لك عليها احسن. يا سعيد الله يخليك. يا خالد ابوس ايدك. بس والله ابوس ايدك. مالك سعيد وخالد؟ ده رايهم فيه. معلش ده قالوا على البتاع المشروح اللي بنينا دي كانت. ابوس ايدك ابوس ايدك. خلاص طب خلاص خلاص، هات الموبايل. حاضر حاضر. تعالي بس بص كده. ايه هات الموبايل. حفله بكره، اهدي شويه. البتاع ده عايز وش يا جماعه من اول وجديد خالص. انت قلتي ايه بتعزفي على ايه؟ زمارة. لا هارمونيكا. اللي تشوفه حضرتك. طب بقول لك ايه، عدي لي بقى اللمض اللي على البار ده. لمض؟ ها؟ البوست الرزق دخل في رجله مسمار. لا يا شيخ. والله؟ طب قولي له اتنين. روحي روحي روحي. نعم. طب احنا بنضحك انا وهي، يعني انت بتضحكي ليه يعني؟ انا حياتي بقى كده طول الوقت طول الوقت. بنات وضحك وفرفشه ومش عارف اعمل ايه. ولما حضرتك حياتك كلها بنات ومزز كده، عايز مني انا بقى ايه؟ ممكن توقف هنا طيب وانا اقول لك انا عايز منك ايه؟ اديني الموبايل. وقف هنا بس، وقف هنا. هقول لك بالظبط ايه اللي حصل لي لما شفتك. نور فوق! هو ده بقى بالظبط اللي حصل لي لما شفتك، اتضايقت جدا. مش بالظبط كده يعني، بس انا الحقيقه بقى ايه؟ ما خبيتش عينيا زيك كده. انا قعدت ابص عليك. بص يا ياسمين، انا هقول لك انا عايز منك ايه؟ انا لما كلمتك هنا كنت فاكره ان انا بعكسك. بصي انا انسان محدد جدا، وبحسبها بالسنتي وبالملي ومهندس بقى. انا بدور على سوبر وومن،
تكون لطيفة وشخصيتها ظريفة وموهوبة وفرفوشة كده زيك وفكك وحمادة والحاجات دي كلها. فهمتي بقى أنا عايز إيه؟ طب ولما أنت عايز سوبر وومن لازم تكون أنت سوبر وومن الأول؟ لا ده أنت ما شفتنيش بقى بالطقم الأزرق والفطر حمراء ورا ظهري سوبرمان سوبرمان يعني. ايه فرق 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 فين 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 في سوبرمان بيخاف من فرق؟ لا 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 انا مش خايف ولا حاجه ده انا كنت حطير. وابتدت علاقتي باسمي. كان كل اللي فاضل اني اتاكد ان ياسمين تستاهل 100% فعلا. عم ايوب عم ايوب ايه ازيك عم ايوب؟ ازيك يا باشا؟ بقول لك ايه، قول. عندك كتاب عن الهارمونيكا؟ عندي بس مش موجود دلوقتي. ما تشوفولي هنا ولا هنا عم ايوب عشان خاطري؟ اشوفولك فين؟ في اي رف من الرفوف دي انت؟ لا لا لا، ايه الرخامه دي يا عم ايوب؟ الله انا ما يعني ما ارجوك. بقولك مش فاضي يا عم ايوب. انت بتعمل حاجه؟ ما انت قاعد اهو ما بتعملش اي حاجه. انت مالك ومالي بقى، اعمل ولا ما اعملش؟ يا عم ايوب ده انا زبونك يا عم ايوب، كل شويه بجيلك. معلش اما تجيلي المره الجايه بقى اطلع لك الكتاب. طب قول لي بس هو في انهي رف وانا هجيبه. ها ما تكلموه انتوا بقى. كنت بكلم مين يا عم ايوب؟ مفيش غير انا وانت في المكتب. كنت مجننتك والله. ايوه اوعى. ها ايوه هي دي. شكرا. الله خد تعال. ايه حق الكتاب؟ هي دي اللي انت فاكرها قوي؟ اه طبعا. بكام؟ انا منكش ان اهتمامك باللي بتحبه ياسمين حاجه فعلا حلوه. انما انت مين اصلا عشان تقيم الناس كده؟ ها اي 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 ايه ده؟ ايه ده يا امل؟ الله كده اسناني هتبيض زياده. انا بحبها كده اوف وايت. بعدين حرام عليك، ده هما اللي فاضلين لي يا شيخ. انا اول اصله كل جوه الدروس وقت الدروس كل اللي انا عايزها واحده يعني تملى عيني. تمام اتمضمض. اوكي تف. لا انا بحب اشرب ميه غسيل السنان. واحده واحده كل لما اشوفها اقول الحمد لله. ايه ده؟ مفيش، بس ببوس ايدي وش وظهر بس مش عارف دلوقتي.